فرنسا ترفع تقريرا إلى أمريكا بشأن تطوير صواريخ باليستية بالجزائر تهدد أمن أوروبا والمغرب. قبل أيام في سرية قدمت وزارة الخارجية الفرنسية تقريرا إلى الكونغرس الأمريكي في 29 صفحة يتعلق بالتعاون العسكري بين الجزائر وكوريا الشمالية وإيران بتطوير صواريخ باليستية يصل مداها إلى 5500 كيلومتر عابرا للقارات، مما يشكل خطرا على فرنسا وأوروبا عامة، وأن هذا التعاون يتطور يوما بعد يوم خاصة بين الجزائر وكوريا، وأن هذا التعاون نشط بدرجة كبيرة منذ مجيء الرئيس تبون، بعيدا عن رقابة المجتمع الدولي مثل ما يذكر التقرير. سفير الجزائر بواشنطن اطلع على هذا التقرير بطريقة أو بأخرى وسلم نسخة منه لرئاسة الأركان العامة الجزائرية، والتي بدورها التزمت الصمت كعادتها، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها علم بالموضوع وهذا مؤكد، لكنها ليست مستعدة للتضحية بمصالحها على الأقل في الوقت الذي يعيش فيه العالم اضطرابات من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. وتعد العلاقات الجزائرية مع كل من الصين وروسيا وكوريا جد متطورة، وثبت ذلك في عدة مجالات منها النووية والكيميائية وصفقات التسلح بأسلحة فتاكة واستراتيجية لا تعطى إلا للدول الحليفة. لذلك فبرنامج صواريخ بعيد بعيدة المدى بالتعاون مع إيران، كوريا الشمالية والصين وارد جدا. وقد تم نشر أخبار من مصادر عديدة غير رسمية أن وزارة الدفاع الوطنية بالجزائر تطور صواريخ باليستية مع كل من إيران وكوريا الشمالية، إلا أنه سرعان ما تم طي الخبر في النسيان. ثم نشرت عدة مصادر غير رسمية عن تزويد روسيا للجزائر بصواريخ إسكندر إم الفتاكة، ولقى ذلك الخبر تكتما من قبل الجزائر وروسيا إلى غاية ظهور الصواريخ علنيا في مناورات جزائرية، فتم التأكد من الخبر. ثم بعدها نشر خبر حول تزويد الجزائر بصواريخ دفاعية استراتيجية من نوع S-300، إلا أنه بقت أخبار متناثرة بدون مصادر رسمية حتى تم ثبوت ذلك من خلال صور مسربة للتجارب، ثم من خلال قواعد بحرية خاصة للصواريخ، ثم تم ثبوتها عبر مواقع رسمية جزائرية وروسية. ونفس الأمر أن يدور حول منظومة الدفاع S-400، فللجزائر أقوى منظومة دفاعية في العالم سكود، مداها يصل من 3000 كيلومتر إلى 5500 كيلومتر، ويتم تطويرها بالتعاون مع إيران، مما يشكل خطرا على كل دول المنطقة وخصوصا القارة العجوز. كما أن هناك تعاون سري جزائري كوري في تطوير صواريخ سكود ليصل إلى مدى أطول، وهذا المشروع يثير مخاوف حقيقية لدول أوروبا، كما أنه يتسم بالغموض والسرية. فإلى متى ستظل الجزائر تشكل تهديدا لدول المنطقة؟